شركة ريلمي أعلنت عن أول هاتف فلاش بإلها بعام 2022 واللي هو الريلمي جي تي 2 برو. إذا مهتم فخليك وياي. السلام عليكم متابعيني الأعزاء وأهلا بكم بهذا الفيديو اللي راح نتكلم به عن أول هاتف من ريلمي لهذا العام. بداية بالنسبة للتصميم الخارجي لهذا الجهاز، فما بي أي اختلاف جوهري عن النسخة السابقة ريلمي جي تي نيو. الجهاز نفس الشكل، ولكن الشيء الوحيد اللي تغير هو أحجام العدسات أو أحجام الكاميرات بهذا الجهاز، صارت أكبر شوية كون الجهاز هذا يعتبر فلاجشيب حقيقي لشركة ريلمي. نتكلم عن الواجهة الأمامية والشاشة، فهنا عندك شاشة أقل ما يقال عنها فهي ممتازة. شاشة من نوع LTP AMOLED من سامسونج بحجم 6.7 إنش كواد HD بلس، وبالتأكيد تدعم 120 هرتز بالإضافة لـ HDR 10 بلس، وأيضا شاشة راح تكون محمية بطبقة حماية من غوريلا جلاس فيكتوس. بالمجمل هاي الشاشة هي شاشة هاتف فلاجشيب بامتياز. أما بالنسبة لعتاد هذا الجهاز فبكل اختصار ريلمي خلت بهذا الجهاز أقوى عتاد موجود حاليا. بالنسبة للمعالج عندك السناب دراجون 8 الجيل الاول معماره تصنيع 4 نانومتر بالاضافه لرام 8 و12 جيجا بايت وذاكره 128 256 و512 جيجا بايت، والذاكره هي من النوع الاسرع اليو اف اس 3.1. وايضا بالنسبه لنظام تشغيل الواجهه فهذا الجهاز يحتوي على احدث نظام اندرويد موجود حاليا واللي هو الاندرويد 12 بالاضافه الى احدث واجهه من شركه ريلمي واللي هي الريلمي يو اي 3.0. يعني من هاي الناحيه شركه ريلمي مقفله الموضوع ومعطيتك اقوى شيء موجود حاليا. اما بالنسبه للكاميرا الثلاثه الموجوده بهذا الجهاز، الكاميرا الاساسيه راح تكون بدقه 50 ميجا بكسل وتعدسها f1.8. هاي الكاميرا تحتوي على مستشعر من شركه سوني بالاضافه الى دعم الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن او المثبت البصري. كاميرا ثانيه ايضا 50 ميجا بكسل فتعدسها f2.2 راح تكون كاميرا الترا وايد او للتصوير بزاويه عريضه وراح تجي بمجال رؤيه 150 درجه، يعني تقريبا راح تعطيك مجال رؤيه مشابه للفيش اي. الكاميرا الثالثه راح تكون بدقه 3 ميجا بكسل، هاي العدسه راح تكون مخصصه لتصوير الاشياء الصغيره وبها إمكانية تكبير تصل إلى 40x. وبالنسبة لإمكانية تصوير الفيديو بهذا الجهاز فعندنا 4K و8K. الـ 8K راح يكون مع 30 فريم والـ 4K راح يكون مع 60 فريم، طبعا بالإضافة للدعم المثبت الإلكتروني. والكاميرا الأمامية راح تكون بدقة 32 ميجا بكسل فتعدسها f2.4 مع إمكانية تصوير فيديو بدقة فول HD مع 30 فريم. بالنسبة لإعتاد هذا الجهاز من ناحية الكاميرات فبالأرقام الجهاز يعتبر جيد، ولكن بالتأكيد بالنسبة للكاميرات فأفضل شيء حتى تعرف إنه هذا الجهاز يقدم كاميرات جيدة أو لا هو من خلال التجربة الفعلية. اما بالنسبه للبطاريه بهذا الجهاز، البطاريه راح تكون بحجم 5000 ملي امب بالاضافه لشاحن سريع بقوه 65 واط موجود داخل علبه مع الجهاز، وهذا الشاحن راح يشحن لك البطاريه من 0% الى 100% خلال 33 دقيقه فقط، واللي اكيد يعتبر رقم جيد. وطبعا بكل تاكيد الجهاز راح يجي مع الستيريو سبيكر، وبالاضافه الى عدم احتواء الجهاز على منفذ السماعات الاعتيادي 3.5 ملم، فبكل تاكيد الجهاز راح يجي مع بصمه مدمجه اسفل الشاشه. اما بالنسبه لموضوع الاسعار، الأسعار اللي راح أذكرها حاليا هي أسعار السوق الصيني مو أسواق العالمية. نسخة 8 مع 128 جيجا بايت راح تكون بسعر 615 دولار، ونسخة 12 مع 512 جيجا بايت راح تكون بسعر 790 دولار. هاي أسعار الأسواق الصينية مو الأسواق العالمية. هذا كان مجرد ملخص سريع لأهم مواصفات هاتف الريلمي جي تي 2 برو من شركة ريلمي واللي هو أحدث وأول إصدار شركة ريلمي خلال هذا العام. أنا محمد، أشوفكم بالفيديو الجاي.